أكد رئيس مكتب تنسيق العقوبات في الخارجية الأمريكية جيمس أوبراين أن هناك طرقاً بديلة يمكن استخدامها بحراً أو براً لتصدير القمح الأوكراني وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب مؤخراً توقع أوبراين عودة مستويات تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى ما قبل الحرب خلال الشهرين المقبلين وتدرس أوكرانيا استخدام ممر جديد في البحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا جرى تجربته مؤخرا وذلك بعد أن عبرته سفينة حاويات ترفع علم هانج كونج الأسبوع الماضي دون أن تتعرض لأي مضايقات يتباين الأداء في سوق النفط العالمي مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية وأزمة متحور كورونا. في الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جروم باول أن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادة الفائدة في الفترة المقبلة. تواجه أسواق النفط العالمية العديد من الرياح المعاكسة على جانبي الطلب والمعروض في شكل مخاوف ركود اقتصادي ونقص الإمدادات، مع استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة متحور كورونا التي ظهرت في بعض الدول بجانب إغلاق ثالث أكبر مصفاة للنفط من إجمالي 129 مصفاة في الولايات المتحدة. هذا وارتفعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع صعود أسعار الديزل الأمريكية وانخفاض عدد منصات حفر النفط واندلاع حريق في مصفاة في ليوزيانا الأمريكية والتي تبلغ طاقتها 596 ألف برميل يومياً من ناحية أخرى قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت في أغسطس عدد منصات النفط النشطة للشهر التاسع على التوالي، كما توقع بنك مورجان ستانلي استمرار نقص المعروض خلال بقية هذا العام، لكنه يتوقع تباطؤ الطلب في عام 2024 مما يؤدي إلى زيادة متواضعة في المعروض في أوائل العام المقبل. هذا وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم باول ان مرونه اقتصاد الولايات المتحده قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائده في الفتره المقبله مشيرا الى ان الاقتصاد الامريكي اكبر اقتصاد في العالم ينمو بشكل اكبر من المتوقع وان الاسلوب الانفاقي للمستهلكين متسارع وهي اتجاهات يمكن ان تبقي الضغوط التضخميه مستمره في الولايات المتحده ويتوقع عده محللين ان تمدد السعوديه تخفيضات الانتاج الطوعيه التي تبلغ مليون برميل في اليوم لشهر ثالث على التوالي لتشمل اكتوبر المقبل أكدت شركة النفط العالمية الكبرى بي بي على تطوير أو ضرورة أن تقوم دول العالم بالاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاع حاد في أسعارهم مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري. أضافت شركة أن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا مما اجبر الدول على زياده الانفاق على الطاقه والتحول الى الفحم ذكرت هيئة الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية ان السوق الصينية بشكل عام واعدة بالنسبة للمنتجات السمكية الروسية. واشارت الهيئة الروسية انها تأمل في زيادة عدد الشركات والسفن الروسية المعتمدة وحجم المنتجات ونطاقها، ويأتي ذلك في وقت حظرت فيه الصين بالفعل بعض وارداتها من المواد الغذائية من اليابان بسبب مخاوف بشان خطر التلوث الاشعاعي بعد ان بدأت في في اطلاق المياه المعالجه بدأت الحكومة اليابانية دراسة عدد من الخيارات لدعم قطاع الأسماك عقب تعليق الصين استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعدما بدأت طوكيو في تصريف مياه مفاعل فوكوشيما المعالجة في البحر وتدرس الحكومة اليابانية إقامة مصنع للمأكولات البحرية في اليابان وإنشاء قنوات بيع مختلفة للتعامل مع أثار قرر الصين والتي تعد المستورد الاكبر للمأكولات البحرية اليابانية حيث بلغت قيمة مشترياتها العام الماضي 595 مليون دولار